استقبل سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له. ونقل الغانم في مستهل اللقاء تحية حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسمو الشيخ تميم بن حمد الثاني وتمنياته لدولة قطر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار. فيما حمل سمو أمير دولة قطر رئيس مجلس الأمة نقل تحياته الصادقة وتقديره الكبير لسمو أمير البلاد، مؤكدا أن العلاقات الكويتية القطرية هي علاقات أخوية تاريخية ذات خصوصية، وأن القيادتين السياسيتين في كلا البلدين تسعيان على الدوام لترسيخها وتعزيزها. وقدم رئيس مجلس الأمة خلال لقاء التهنئة لسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى القطري وما تمثله من نقلة نوعية، مشيدا بدعم سمو أمير دولة قطر لتلك الخطوة السياسية الفارقة.